الأخبار من الحدث. تحالف دعم الشرعية في اليمن يشن غارات جوية على مواقع الحوثي ويدمر 4 ألغام بحرية في 24 ساعة. ميليشيا الحوثي تفتح سجنا خاصا للمتخلفين عن سداد فواتير المياه بمن فيهم الموظفين المقطوعة رواتبهم. جريمة حوثية جديدة، مقتل امرأة بعد اعتداء وحشي عليها بالضرب خلال بحث الميليشيات عن زوجها. مع استمرار محاولات الحوثيين لطمس الهوية، السعودية توقع مذكرة لمساعدة اليمن على حماية إرثه الثقافي. مساء الخير وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المخصصة لتطورات الملف اليمني، إذ أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير 4 ألغام بحرية خلال الساعة 24 الماضية زرعتها الميليشيات الحوثية. التحالف قال إن الألغام البحرية هذه المكتشفة من نوع صدف إيرانية الصنع، مشيرا إلى تدمير 175 لغما بحريا زرعتها الميليشيات الحوثية عشوائيا. واعتبر التحالف أن زراعة الميليشيات للألغام البحرية تشكل تهديدا خطيرا للملاحة والتجارة العالمية. بدوره أكد مدير البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام العميد أمين العقيلي أن الفرق الهندسية تتعامل مع الألغام والمتفجرات التي زرعتها ميليشيا الحوثي بكثافة في مناطق رعي وأيضا مناطق سكنية وطرق عامة في مساحات شاسعة من محافظة الجوف. هذا وقال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي إن المعركة الوطنية والمرحلة الراهنة التي يعيشها الوطن تقتضي تضافر الجهود نحو استعادة الدولة والمؤسسات الدستورية وانهاء التمرد والانقلاب ودحر المشروع الحوثي الإيراني. المقدشي أضاف خلال اجتماع مع عدد من قيادة هيئات ودوائر وزارة الدفاع، قال إن القوات المسلحة ستظل درع الوطن الحصين ستظل أيضا ملتزمة بالعهد والميثاق لاستكمال تحرير كل التراب اليمني وحماية المكتسبات والثوابت الوطنية، مشيرا إلى أن المعركة الأساسية هي استعادة الكرامة ودحر المشروع الحوثي الإيراني وبناء الدولة اليمنية الاتحادية العادلة التي تعيد اليمن سعادته ومكانته الحضارية بين الشعوب. أفاقت مدينة العدين غرب محافظة إب التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي على جريمة جديدة للحوثي بقتلهم امرأة بعد الاعتداء الوحشي عليها، وذلك بالضرب من قبل عناصر أمنية تابعة للميليشيا الحوثية التي كانت تبحث عن زوجها الذي يدعون أنه مطلوب. سكان مدينة العدين أفادوا أن 2 من أطفال الامرأة الأربعة تعرضوا للضرب أيضا على أيدي عناصر الميليشيا، في حين لم يجدوا زوجها الذي لم يكن موجودا في منزله أثناء عملية الاقتحام. في ذمار اليمنية افتتحت الميليشيات الحوثية سجنا خاصا للمتخلفين عن سداد فواتير المياه بمن فيهم الموظفين المقطوعة رواتبهم، والذي بات يعرف محليا باسم
سجن المياه، أهالي ذمار استهجنوا خطوة الميليشيات الحوثية التي تدعي التدين بفرضها الرسوم العالية على المياه التي تمولها المنظمات الدولية، وأيضا لإغلاقها حنفيات المياه في وجه المحتاجين واقتيادهم للسجون لإرغامهم على الدفع. الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من القاهرة وكيل وزارة العدل اليمنية الأستاذ فيصل المجيدي. مساء الخير أستاذ فيصل، وأهلا بك دائما على شاشة الحدث. يعني يبدو أن الميليشيات تتفنن في أي مسعى لها للتحصل على المزيد من المال من جيوب اليمنيين، كيف يمكن وصف هذه الخطوة بداية، وأيضا ما الخطوات التي دائما ما نتحدث عنها الحقيقة والتي يجب اتخاذها لإيصال صوت هؤلاء اليمنيين الذين يتعرضون لجميع أنواع الانتهاكات؟ أسعد الله مساك عزيزي حسام والمشاهدين الكرام والمشاهدات. بالفعل الحوثي يتفنن في إيجاد المبررات من أجل نهب المواطنين اليمنيين. المياه هي قصة كبيرة حقيقة، ذهب ضحاياها كثير من الناس. هناك لدينا في مدينة تعز طفلة الماء التي قنصت من قبل ميليشيا الحوثي في بداية العام في يناير 2020، وهي تبحث عن الماء بسبب قطع ميليشيا الحوثي للمياه وحصارها لمدينة تعز، والآن تقوم بافتتاح هذه السجون التعسفية، وهي بالمناسبة مخالفة للقانون. نحن نتحدث في حالة وجود دولة طبيعية تقيم على الأرض، لا ينبغي حقيقة في مثل هذه الأمور أن يتم افتتاح سجون لا تخضع للنيابة العامة ولا للقضاء. لكن ميليشيا الحوثي في الأساس هي يعني انقلبت على الدستور وعلى القانون، وبالتالي لم تعد حتى يعني تهتم بكثير من هذه التفاصيل القانونية، وبالتالي هذا الأمر يؤكد بأن ميليشيا الحوثي لا تهتم سوى بتمويل حربها من خلال قيامها بالاستيلاء على الإيرادات لكل الخدمات، سواء المياه أو الكهرباء أو الاتصالات التي تجني من يعني على إثرها مليارات الدولارات لتمويل حربها، إضافة إلى نهبها للمساعدات. يعني هذه الخزانات للمياه كما جاء في تقريركم وفقا حقيقة للتقارير الدولية في الأساس تقوم بتمويلها منظمات دولية وبإصلاحها، وبالتالي هي مساعدة للشعب اليمني، ومن ثم ما كان ينبغي لميليشيا الحوثي أن تقوم بهذه الأفعال الإجرامية من أجل نهب هذه الأموال باعتبارها مساعدات. طيب أستاذ فيصل، يعني الحقيقة الوصول إلى المياه النظيفة والمياه الجارية هو حق من حقوق الإنسان، تحرمه الميليشيا الحوثية، تحرم المواطن اليمني منه. اليوم هل ترتقي هذه الجرائم إلى جرائم ضد الإنسانية؟ وأيضا ما الخطوات التي يجب اتباعها يعني الإشارة إلى هذه الانتهاكات ورفعها إلى المنظمات الدولية؟ هذا السؤال غير في الأهمية حقيقة. أن الكثير من المختصين في القانون الدولي والمطلعين على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يأخذون بالتعريف حقيقة الشامل لمسألة الجرائم ضد الإنسانية، وهو استهداف المدنيين على نطاق واسع بما يؤدي إلى التأثير على حياتهم، ومن ذلك بكل تأكيد يعني حرمانهم من الخدمات. تحديدا هذا الأمر يمكن يعني الوقوف عنده في محاصرة مدينة تعز من خلال منع إدخال المياه والأدوية ووسائل الخدمات الأخرى، وكذلك الآن فيما يتخذ حقيقة كما سمعنا في التقرير في محافظة ذمار من استخدام هذه السجون من لا يقومون بتسديد الفواتير، مع أنه كثير نعرف أن كثير من هذه المشاريع في الأساس تأتي كما قلنا من المنظمات الدولية. ليس حقيقة الأمر ليس مقتصرا على محافظة ذمار، ولكنها في كافة المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، إذ أنها تقوم بنهب وسرقة إيرادات المؤسسات الخدمية وتحويلها إلى حقيقة إلى الجبهات من أجل المجهود الحربي، إضافة إلى استغلالها يعني موارد
تسند الدولة بشكل عام والسلاح حتى على أموال المتقاعدين، وهي جرائم حقيقة مثل هذا الأمر، لأنها أموال عامة لا يجوز الاستيلاء عليها. ميليشيا الحوثي لا تجيد سوى بناء المقابر ولا تجيد سوى بناء السجون، هذه هي إنجازاتها الحقيقية. يعني لو طلعنا على الخارطة اليمنية سنجد توسعا كبيرا حقيقة في يعني توسيعها لبناء المقابر وكذلك للسجون والسجون الخاصة، ومن ثم تقوم باستغلال ذلك من أجل حقيقة ترهيب المواطنين ومن أجل استجلابهم، تسجين الأطفال والنساء والكبار، تستغل حاجة الناس حقيقة لكل هذه الخدمات ومنها المياه، مع أن الناس في الأساس محرومون من مرتباتهم. نتحدث عن مليون، مليون ونص موظف تقوم ميليشيا الحوثي بنهب رواتبهم ولا تعطي إلا لمن هم في السلالة يتبعونها. بالمناسبة محافظة دمار هي يعني مولى عليها شخص عقائدي هو محمد البخيتي، والذي يعتقد أنه حقيقة يخدم الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر من خلال خدمة عبد الملك الحوثي الذي يقدسونه كالبقرة المقدسة في الهند. الحقيقة يعني نقطة مهمة أشرت إليها، موضوع ترهيب اليمنيين، هل اللجوء إلى عقوبة السجن هو أمر مبالغ فيه أم هو أمر مقصود لترهيب اليمنيين وأيضا تعميق عقلية الخوف وإجبارهم على الانصياع في مستويات أخرى؟ هذا سؤال غاية في الأهمية. الميليشيا الحوثية حقيقة لم تعد تسعها السجون الرسمية، مع أن كل ما تقوم به من إجراءات في الأساس مخالف للقانون. يكفي أن يقوم يعني أي شخص من الميليشيا برفع تقرير عن أي من كان من هؤلاء المواطنين، سواء كان سياسي، أكاديمي، عالم من العلماء في كافة التخصصات، حتى طفل، امرأة، يمكن أن يتم القبض عليه ومن ثم إيداعه الحبس لأجل تحقيق عدة أشياء، حتى نعتقد أنهم يصلون إلى مرحلة المتاجرة بمعاناة الناس وبالبشر، ليقوم هؤلاء الناس ببيع مدخراتهم التي ملكوها وأراضيهم وشققهم وعماراتهم، وحتى النساء تبيع حليهن من أجل إخراج هؤلاء الناس. وبالتالي تحولت هذه حقيقة إلى تجارة حقيقية من قبل ميليشيا الحوثي، وهي جرائم تتخذ على نطاق واسع تدخل بالفعل ضمن الجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كثير من الأسر حقيقة تعاني من التصدعات، هناك كثير من التعدي على الأمن المجتمعي للناس، هناك شروخ في المجتمع الآن أوجدتها ميليشيا الحوثي، تقوم بحبس المواطنين الذين يذهبون بأبنائهم إلى الجبهات، وتستغل حتى الأعضاء للجرحى، أعضاء البشرية، بالقيام بالمتاجرة بها على يعني نطاق دولي. نحن نتحدث عن تهريب للحشيش وللمخدرات، هناك تقارير حقيقية، ولعلك ترى ذلك هذا الأمر يتكرر من قبل كل الميليشيا سواء في اليمن أو لبنان أو سوريا أو العراق، حتى بالفعل عقلية واحدة، النهج الثقافي وتغيير أسماء المدارس في كل المدن، الجوانب الثقافية والجامعات تشترك بها كل هذه، تزرع فيها إيران هذه الميليشيات. كل الشكر لك على كل هذه التفاصيل. من القاهرة حدثنا وكيل وزارة العدل اليمنية الأستاذ فيصل المجيدي، شكرا جزيلا لك مرة جديدة. استجابت المملكة العربية السعودية لطلب الحكومة اليمنية في مساعدتها للحفاظ على الموروث الثقافي اليمني ودعم الجهود الثقافية وحماية الآثار من الخطر في ظل تصاعد انتهاكات الميليشيا الحوثية. بناء على ذلك وقعت وزارة الثقافة السعودية مذكرة تعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم وحماية الآثار والإرث الثقافي اليمني. تتضمن المذكرة العمل على دعم الجهات المختصة في اليمن لحماية الآثار والإرث الثقافي، على أن يتولى البرنامج ترتيب آليات للعمل المشترك في هذا الإطار بالتعاون مع الحكومة اليمنية والجهات ذات الاختصاص. تم الاستهداف من قبل بإحراق المتحف، وهاونات على متحف
الإمام أحمد يحتوي على آثار قديمة من آثار الدولة المتوكلية. ميليشيات الحوثي وصالح تصر على طمس الهوية اليمنية وخاصة آثار اليمن الغالي والتي تزدخر لها محافظات تعز من خلال استهداف المتحف الوطني للآثار. رغم معاناتها ومعاناة سكانها من حصار ميليشيا الحوثي الانقلابية، افتتحت مدينة تعز معرضها السنوي الثالث للكتاب الذي تشارك فيه عدد من دور النشر والمكتبات. يحتوي المعرض على الذي نظمه المكتب الثقافة في المحافظة، يحتوي على العديد من الكتب والمؤلفات الحديثة في فنون الأدب المختلفة، كما يتضمن برنامج المعرض الذي سيواصل استقبال زائريه حتى نهاية العام الجاري، يتضمن أنشطة ثقافية عديدة وحوارات يشارك فيها أدباء المدينة ومفكروها وضيوفها. اليوم نحن نفتتح المعرض تعز الثالث الكتاب الذي أنا أحد المشاركين فيه في كتابي الإصدار الثاني نسبات فكر، الذي يعتبر الأول بالنسبة لمكتب لمعرض الثقافة تعز. سعيد جدا بهذا الحضور وسعيد جدا بهذا الافتتاح الكبير. طبعا الكتاب نسمه فكر هو عباره عن مخرجات 4 سنوات من الجهد الوفير، وهو عباره عن وجبه متكامله من الامل من التفاؤل من الاحساس. كنت سعيدا جدا بهذا الحضور البهيج بهذا الافتتاح الكبير. هذه تعز التي لن تموت بالاخير، هذه رسالتنا، هي تعز تمرض لكنها لا تموت. تعز الثقافه، تعز السلام، تعز الامن، تعز الادب، تعز ربوحة الضوء. يعني ميلاد أول كتاب لي، وهو أول باكورة أعمالي، وقد احتوى على عدة قصائد منها العمودية والناثر، وتنوعت القصائد فيه ما بين الغزال والقصائد الصوفية والقصائد الوطنية وقصائد الذات والقصائد الاجتماعية. الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي الآن من الرياض الصحفي اليمني الأستاذ عادل شمسان. مساء الخير أستاذ عادل، وأهلا بك دائما على شاشة الحدث. الحقيقة من المفرح تناول هذه الأخبار على المستوى الثقافي فيما يتعلق بأسلوب حياة المواطن اليمني. المملكة العربية السعودية وقعت مؤخرا هذه الاتفاقية للحفاظ على الهوية اليمنية وأيضا مساعدة اليمن على الحفاظ على إرثه الثقافي. دعنا نتحدث عن هذه الاتفاقية لو سمحت في بداية الحديث. ماذا تعكس هذه الاتفاقية والسعي إلى عقدها مع الجانب اليمني عن عقلية دول التحالف وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ومقاربتها للملف اليمني؟ مساء الخير أخي العزيز. حقيقة أن ما يحدث يعني في اليمن وتدخل التحالف العربي وبشكل خاص المملكة العربية السعودية من مساعدة اليمنيين في كافة ما يخص استعادة الدولة، الإغاثة، الأعمال أيضا العسكرية، تحييد الميليشيا الحوثي، الجانب السياسي، وأيضا الآن يعني مع توقيع الاتفاقية مع وزارة الثقافة مع معالي الأستاذ معمر اليرياني الذي أيضا رفع مذكرة عبر الحكومة اليمنية للحفاظ على التاريخ والموروث الثقافي اليمني. المملكة العربية السعودية بمساعدتها في هذا الإطار يعتبر يعني خطوة مهمة جدا لحماية هوية التاريخ اليمني بشكل خاص، الذي تسعى جرائم أو تسعى ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى تجريف الموروث الثقافي اليمني، انتهاكات كبيرة ومهولة بحق التاريخ اليمني وحضارته. الميليشيا الحوثي الآن تسعى أو قامت بتهريب 14 ألف
مخطوطة وآثار يمنية من داخل اليمن وبيعها في الخارج، إضافة إلى عملية الإتلاف وإحراق الكتب السنة الموجودة في حجة وفي غيرها من المواقع، إخفاء كثير من المخطوطات التاريخية الأثرية وأيضا الإسلامية. هذه الاتفاقية ستعزز من عملية متابعة وهذه الآثار التي تم تهريبها والمخطوطات التي عمدت ميليشيا الحوثي إلى إخفائها وتهريب وبيعها يعني في الخارج للتكسب المادي. أعتقد أن مثل هذه الخطوة تعد يعني فاعل وكبير في حماية الآثار والتاريخ اليمني والإنساني أيضا العالمي، ليس فقط يعني لليمن فقط وإنما أيضا كتاريخ وللإنسان للتاريخ الإنساني العالمي. بطبيعة الحال بكون اليمن يعني يتمتع بتاريخ عريق وطويل ومساهم أيضا في الحضارة العالمية. يعني أستاذ عادل، حقيقة خلال سردكم وتعديدكم لهذه الانتهاكات التي تقدم عليها الميليشيا الحوثية، وكأنها تتعدى الطابع الثقافي لتصل إلى انتهاكات بحق الدين، ولها مآرب لتغيير المذهب اليمني في بعض المواضع ليلتحق بمذاهب تقوم على أساس سياسي من إيران، أليس كذلك؟ هو بالتأكيد يعني هناك مجموعة من الحوزة الإيرانية موجودة والتي تشرف على عملية التغيير والإخفاء وأيضا والتهريب لكثير من الموروث الثقافي وبشكل خاص الإسلامي أيضا. التغيير هذا أو إخفاء مثل هذه المخطوطات تسعى ميليشيا الحوثي إلى الإبقاء فقط على ما يتعلق بنظامها وفكرها المرتبط بإيران. هي بهذه الطريقة تحاول تغيير هذا التاريخ وإخفاء كثير من المخطوطات المتعلقة بأيضا الفكر الإسلامي المعتدل والأيضا والقديم أيضا يعني منه. هناك كثير من المخطوطات عندما تقوم بعملية إخفاء هي تريد أن تضع أن اليمنيين هم أساسا بثقافتهم الدينية مرتبطة بإيران من مئات السنين، وهذا بشكل يشكل يعني خطر كبير على التاريخ وهوية اليمنيين، لأن الحاصل في اليمن هناك فقط هذه الأسرة أو الجماعة التي تنتمي إلى الاثنى عشرية الإيرانية، ولا يوجد في اليمن حتى في السابق المذهب الزيدي لا ينتمي إلى الفكر الاثنى عشري، وهناك اختلاف. هي بعملية هذا الإخفاء والإحراق لكثير من المخطوطات تسعى إلى عملية هذا التغيير وإثبات أن ما هو متواجد فقط هو فكرها التي استوردته من إيران والتي تسعى إلى تثبيته في الوقت الحالي من خلال إخفاء كل ما يتصل بالقديم والحقيقة الباينة. أن اليمنيين متعايشين بأفكار عديدة سواء كان بالسنة أو أيضا أجزاء بسيطة من مناطق اليمن التي بالمذهب الزيدي، وهو مذهب سياسي وليس يعني مذهب ديني بحت. لذلك هذه الآلية التي تستخدمها إيران عبر مجموعة من الموجودين من الحوزات الإيرانية هي تنظم هذه الآلية من خلال عملية الإحراق والتهريب للمخطوطات النادرة. كل الشكر هذا لك. ما تقوم به تحديدا ميليشيا الحوثي الإرهابية في داخل اليمن. نعم، من الرياض حدثنا الصحفي اليمني عادل شمسان، كل الشكر لك مرة جديدة. الأخبار من الحدث. تحالف دعم الشرعية في اليمن يشن غارات جوية على مواقع الحوثي ويدمر 4 ألغام بحرية في 24 ساعة. ميليشيا الحوثي تفتتح سجنا خاصا للمتخلفين عن سداد فواتير المياه بمن فيهم الموظفون المقطوعة رواتبهم. جريمة حوثية جديدة، مقتل امرأة بعد اعتداء وحشي عليها بالضرب خلال بحث الميليشيات عن زوجها. وكان في النشرة أيضا، مع استمرار محاولات الحوثيين لطمس الهوية، السعودية توقع مذكرة
لمساعدة اليمن على حماية إرثه الثقافي. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.